العنصر الثالث الرابع عفوا هو هذا الكون. ومن عجيب الأمر أن كلمة كون لا توجد في القرآن الكريم، ما كيناش عبارة كون، كاين عبارة أخرى الخلق، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. خلق ولما؟ يعني التعبير البشري الرائج الدائر كيقولوا الكون، وهذه عبارة غير سليمة لأنها تنطوي على شيء من المعنى الإلحادي، فيها الرحد الإلحاد، من كان الشيء يكون كونا، يعني كان الرأس لكن ليس مصدرا لكون يكون تكوينا. والعبارة الأليق بالله وبخلق الله هو المصدر الذي صار اسما بعده وهو الخلق، لأنه مصدر من الثلاثي ولكن فيه معنى التعدي بالمعنى النحوي، يعني فيه فاعل حاضر. لما تقول خلق يحضر مباشرة، إذن من خلقه؟ أما كون كين الرسول. فلذلك الذي أراد أن يعبر بالاصطلاح الإسلامي الأصيل السليم فليسمي الكون خلقا. والقرآن من بدايته إلى نهايته كلما تحدث عن الكون تحدث عنه بفعل الخلق وباسم الخلق وبمصدر الخلق، وسمى نفسه جل وعلا خالقا ولم يسمي نفسه مكونا جل وعلا. الكون إذن بما هو خلق، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لأنك كلما تفكرت في الخلق تعرفت على الخالق، ولذلك الخلق يقودك إلى الخالق، أما الكون فربما قادك إلى العمى. أقول ربما، ولذلك كثير من الناس يتسألوا أعجب هاد الناس اللي طلعوا للفضاء واكتشفوا الذرة واكتشفوا، لا يهتدون إلى الله، لأن السبيل التي سلكوا ليست سالكة، طريق ماشي هي هذيك. هم يتعاملون مع الكون بما هو أحجار وفضاءات وأزمنة كانت ولا ترتبط بمكون. لو تعاملوا مع الكون بما هو خلق لقادهم بإذن الله جل وعلا إلى الخالق. وقرأ إن شئت قول الله جل وعلا يتحدى الكفار في قوله جل وعلا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نعوذ بالله من عذاب الله. رب العالمين خاطب سيدنا محمد يقول له قل الكفار الذين لا يؤمنون بالله، الذين لا يؤمنون بالله، قل يا محمد قل لهم إنما أعظكم بواحدة، ديروا غير هذه لا ثانية لها، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، يعني تتجردون من الضغط الاجتماعي الجماعي وتخرجون خروجا نفسيا أو اجتماعيا يعني أو حسيا ماديا في الخلوات. ثم وقال ثم التي تعبر عن التراخي وكين افتراء وفيها معنى الشرط أيضا، أي لا يصح الذي بعدها إلا بالذي قبلها. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم، عادي يمكن لك تفكر. وما التفكر؟ التفكر هو النظر في ملك الله وملكوته من الخلق. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، إذا تفكرت بهذا المنهج ستصل حتما إلى الإيمان، أن تؤمن أو لا تؤمن مسألة أخرى ولكن تصل إلى حقائقه. ولذلك قال مباشرة ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فإذا حينما نتعامل مع الكون باعتباره خلقا كما يعرضه علينا القرآن سيعرفنا بالله أكثر وأكثر، وأيضا نتعرف على موقعنا منه، لأننا نحن أيضا خلق، نحن جزء من الخلق، والإنسان كائن مركزي في هذا الخلق، لأن كل شيء سخر لك ولم تسخر أنت لأي شيء. شيء عجيب حقيقة، من السماوات الأراضين من الجن الإنس الملائكة، يعني الإنس هو العنصر المقصود، يعني الملائكة الجن كل شيء كل شيء كل شيء مسخر لك، وأنت فرغت، عندك التفرغ الوجودي الكامل لوظيفة واحدة عبادة الله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني خلائق أخرى خلقت لخدمة الإنسان، خلائق يعني فيها الحياة وجمادات وحيوانات خلقت لخدمة الإنسان، والإنسان خلق لعبادة الله وحده. وبخدمة تلك الأشياء تخدم الإنسان، بخدمتها الإنسان تكون قد عبدت الله جل وعلا بخدمتها الإنسان. ولهذا لما تعرف الخلق
لما خلق وكيف خلق وما موقعك منه، تعرف الله أكثر وتعرف نفسك أكثر. المجال الأخير من المجالات الكبرى، احنا قلنا في البداية هذه المجالات لا تحصر كل المجالات ولكنها المجالات الكبرى، كليات المجالات. الزمان، عنصر الزمان، عنصر الزمان مهم جدا، والله جل وعلا لم يفتأ في القرآن الكريم ينبه له وينبه عليه. وحقيقة الإنسان حينما يتدبر الزمان ويتفكر فيه والله يصاب بالفزع مباشرة حينما تنظر إلى زمان الخلق، يعني الآلاف الملايين الملايير من السنوات كما يعبرون اليوم الضوئية التي كان فيها ابتداء الخلق، وتقارن ذلك كله بعمرك أنت، توجد نفسك بحال هذاك يعني المرور العابر السريع كما يمر النجم المذنب في الليلة الظلماء، سريع جدا وينطفي. يعني عمر الإنسان لا يساوي شيئا في عمر الخلق إطلاقا، لمحة طرفة عين. ومهما عاش هذا الإنسان إذا قورن بعمر الكون الضخم الواسع بالزمان الكبير يصاب الإنسان بالفزع ويدرك أن الإنسان في الأرض لا يعمر ولا لحظة، يعني عبور سريع سريع جدا. وهذا يقف عليه الإنسان تجربة، مش غير فكريا، لا تجربة، حينما يخلف أغلب عمره وراءه. كل واحد ينظر في نفسه، يعني ما زلت الآن يعني أذكر اللحظة التي كنت فيها طفلا صغيرا ألعب مع الصبية، جيني غير البارح، فإذا بي قد خلفت أزيد من 44 سنة، مش عارش بها نهائيا. كل لحظة أشعر أنني الآن أبدأ، عاد دابا جيني البالي، عاد باغي نبدأ الحياة. أبدا عمر الإنسان لا يشعر به، فما بالك بالذي أكثر من هذا العمر وبالذي أقل. وعمر الإنسان إنما هو يعني لحظة، يعني الإنسان لما يبلغ سن 20 سنة، سن 20 سنة فقد سلخ ثلث عمره على المعدل العام، ثلث العمر مشى، ما 20 سنة لا شيء. الشاب يعني بقي يحس بالمراهقة وأنه لم يذق طعم الحياة بعد في 20 سنة، ولكن راه الثلث، وفي الحديث والثلث كثير. فإذا كما مرت تلك العشرون تمر 20 أخرى والله لن تشعر بها، و20 أخرى إذا طال عمرك والله لن تشعر بها، ومهما أوتيت من العشرينات لن تشعر بعمرك إلا وقد وقفت على شفير القبر. ولذلك قال الله جل وعلا: هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ولا شيء. الزمن الدنيوي كله دنيوي أشبه ما يكون بالصفر، والزمن الحق هو زمن الآخرة لأنه زمن لا يفنى. ولذلك المتع الحقيقية إنما هي متع الآخرة. ولهذا السر، لهذا السر عرض الله تفاصيل عن الآخرة في القرآن الكريم يعني بشكل واسع. الحديث عن الآخرة 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 كثير كثير في القرآن الكريم، وشيء عجيب ومهم جدا. ولذلك الإنسان، لأنه ما الآخرة؟ شنو هي الآخرة؟ زمن. الآن يعيش الناس الآخرة، لا يعيشونها، ما حقائقها؟ ما تزال في عمق الغيب عند الله. ولذلك حقائقها الفعلية مبنية على تدمير هذا الكون أولا، تدمير هذا الخلق، وإعادة بناء خلق جديد، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لأن التركيب ديال هاد الأرض والسماوات، تركيب هذا الخلق تركيب مؤقت، تركيب مؤقت منذ خلق الله السماوات والأرض إلى اليوم الذي يقول للساعة قومي فتقوم. تركيب الخلق كله تركيب مؤقت بناه على مفهوم الزمان، العمر، لأن العمر يفنى، الكون كله الخلق كله عنده عمر. فلذلك يأتي أجله وتأتي الساعة، الساعة التي لن تؤجل ولن تؤخر ولا بثانية، ويموت الكون.